السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. ما زالت حديث السجن مجموعة من الشباب من ولاية سمسيلة تصنع الحدث وتؤثر رأي العام الجزائري، خاصة وأن هؤلاء الشباب وبشهادة الجميع قيل أنهم أنقذوا فتاة من قبضة صديقها، ولكن القاضي سلط عليهما السجن المؤبد. وكشف والد أحد السجناء أن الفتاة تراجعت عن أقوالها واعترفت بأنها ظلمت الشباب وهي نادمة على ذلك. تابع الفيديو للأخير. حكيت لي معاه مع هذا حباس ومع هذا مساك ومعايا، كان معايا حاضرين، لقيناها في خميس مليانة. جات لينا في الخميس قالت لي الحاجة أنا الله غالب، أنا غلطوني. قالت لي أنا في ذاك الوقت الله غالب، قالت لي وراني والله ما نرقد. قالت لي ها راهي هي تعطر الحقيقه، ما تحسيش بالك يجيبها ربي وتعطر قدامك، فاللي اللي راني نكذب عليها تحاسبني عند ربي، وراني نزيد عليها غير في كلمه تحاسبني عند ربي. قالت لي والله ما نرقد ثلاثة من الليل، لو كان القانون يسمح لي نقول لهم طلقوهم هم ودخلوني انا. قالت لي بدات مهولين ما يخلونيش نرقد. هيا بعد ما علينا شهدرنا معاه قلنا لها تمشي معانا في قالت لك راني نشوفهم. قالت لي وقفوا عليا في المنام. قالت لي ما يخلونيش نرقد. قالت لي هولوني. كيفاش تلاقيتوا بالضحيه هذه؟ كاين واحد طفيل منا كنت حباس يعرفها، وقالت انا نثيق فيه، هذا ناجي حباس ناجي، قالت انا نثيق فيه، اللي يجي هو انا نثيق ولاقيكم عليه. كيما كان الحال لقينا احنا وياه في الخميس مع هذا حباس بغان خو هذا حباس او مات ربي يرحمه. كي تلاقينا احنا وياه في خميس مليانه حكات لي القصه. قالت لي فوالا يا عمي، قالت لي انا والله ما راني نرقد ثلاثه من الليل. قالت لي راهم يهولوني، يوفوا عليا في المنام، يوفوا عليا ما يخلونيش نرقد، لو كان القانون يسمح لي نقول لهم خرجوهم هما ودخلوني هنا وخرجوهم هما. من بعد هضرنا معاه قلنا لا صح تمشي معنا، هذه في 2017. يعني سيد بازي الكلام هذا صحيح 100%؟ راني شاهد على كلامي اليوم وغدوه عند ربي. مش غير عندك انا، عند ربي نشهد، يشاهدوا عليا كاع الشعب اللي راه يتفرج فيا، ماكش غير تشوف فيا. وراني عارف نعرف بيني وبين ربي ونعاون خاف ربي، والله ما نكذب عليه. قالت لي قلنا لها صح تروحي تمشي معنا للجزائر؟ قالت لا نجيو احنا وياها. قالت لنا معليش نجيو احنا وياها، واحد المحاميه هنا راهي نكوتها حموش ليلى في حامي سعيد حمدي. جات معنا وهضرت مع المحاميه، قالت لها راكي عارفه واش تقولي؟ قالت لها واه انا عارفه، وانا امام ربي غلطت معاهم وكذا. داكور غلطت معاهم، واش غلطت هي؟ قالت لها يعني دبرت ما همش هما، هما سلكوني، ما همش هما اللي داوني، ما خطفونيش هما، امام ربي ما خطفونيش. قالت كلمه سلكوني؟ ايه. قالت له راني نهضر معاك. قالت لها صح عمريها وكتبي بيدك، كتبي انتي وبصمي، كتبت وبصمت عند المحاميه. من بعد باقي لنا واحد الوراق بان خرجوا من ثم، كان بلديه تعبير مدريد. هيا ما تعطلنا، قال معليش السمانه الجايه رانا نتلاقاو. السمانه الجايه راك تعرف منش عارف كاش وحوت شيخو عليها ولا كاش، لما نعطل قال لها راك راحت باصي وراك كذا، عطاتها ديريكت. هذه هي من ديك الساعه ولا مشتا ديسبارات راح.